الفيلم ديالي الاسم ديالو هو خونا. قريت هذا السيناريو هذا في 2019، وفي الحقيقه هو اللي شدني وخلاني بانني نقبط فيه ونشتغل فيه. فما شفتش الفيلم غادي نشوفه انا معاكم، ومتشوق باش نشوفه بشكل كبير. سيناريو جميل ومن كتابه هشام مرقراكي، اللي خلاني وشجعني انني نشتغل فيه. وهشام مرقراكي تلاقيت به في افلام اجنبيه في ورزاسات، السيد اللي عنده متمكن، ولو انه الفيلم الاول ديالو دار دي افلام قصيره كانت جيده ونالت جوائز في مهرجانات خارج الوطن، وايضا مهرجان الوطني. وايضا هو المشرف الفني في القسم رقم 8 كلاسويت، وكل شيء كيعرف كلاسويت تقريبا، وكان عنده عدد كبير ديال الجمهور والناس بغاوه بزاف، وهذا اللي زاد شجعني لانه سيد كيفهم في المهنه ديالو. انني عمري ما لعبت هذا الدور، هذا غادي يشوفوه معنا الجمهور بانا، وانا ما دايرش بحال خونا. وخا كل راجل فيه بزاف ديال خونا، غادي تشوفوه انتم، غادي نبقى نتسنى الاراء ديالكم انتم كصحافه، لانه كيهمنا بشكل كبير. فمن خلال غادي نشوفوا الفيلم مجموع، ولكن كنبقاو نقراو التعاليق ديالكم انتم اللي كيهمونا الناس ديال الميدان، بانه باش السينما تزيد لقدام. وانا اللي خلاني من الامور اللي خلاني نشتغل في هذا الفيلم هو وجود هاشم بسطاوي وايضا فيصل عزيزي، لانهم خريجين المعهد العالي، وهذا هو اللي مهم. انا اللي مهم عندي فاش كنكون كنشخص خص هذاك اللي قدامي اللي غادي يمثل معايا، لانه صعيب هذا الشيء اللي كنديروا في هذه المهنه صعيبه، لانه بحال بين بوم ولا بحال التنس، غادي تجيب هذاك اللي قدامك لا ما كانش كيعرف يضرب لا بال، فما الناس ما غاديش تستمتع بهذيك اللعبه ولا هذاك اللقاء. الان باقي ما متيقش، كنقول انا هاشم غادي يرجع، لانه ممثل جيد جدا بزاف، هذاك الممثل عنده بزاف ديال الطاقه، لانه كيفكرني بزاف بسي محمد بسطاوي الله يرحمه في هذا النهار. فلا هاشم لا اسامه الاخ ديالو، لانهم الساحه الفنيه محتاجه لحال هذه الوجوه هذا، لانهم درسوا عندهم درايه وبهذا الميدان هذا.